أهلا بكم في هذا الكورس الحصري الخاص بتعليم البرمجة باستخدام الذكاء الصناعي، وتحديدا باستخدام عملاق الذكاء الصناعي تشات جي بي تي. من خلال هذا الكورس راح نشرح أسس البرمجة بسهولة، ونبدأ معك من الصفر لبرمجة تطبيقات ويب احترافية. في البداية راح نتعلم كيفية إنشاء حساب جديد في موقع تشات جي بي تي، بعد ذلك راح نبدأ ببرمجة التطبيقات الخاصة بالويب، وطبعا راح نبدأ ببرمجة تطبيق قائمة مهام وتطبيق محول عملات وآلة حاسبة ومتجر بسيط للتسوق، برمجة كالندر، وأيضا تطبيق ويب لإدارة المصروفات، مع برمجة تطبيق ويب لعداد الوقت، وأيضا تطبيق ويب سلايد شو. راح نمر بورشة متكاملة لبرمجة موقع إلكتروني باستخدام الذكاء الصناعي. راح يكون كورس شيق واحترافي بنفس الوقت، تابعونا.